السلام عليكم البنات، كدايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في صحة جيدة ان شاء الله. اليوم جيناكم فيديو جديد بالبسطيلة، البسطيلة المغربية ديالنا. اليوم غنصايبو بسطيلة ديال الدجاج بطريقة مبسطة وسهلة، ويلا معايا تشوفوا المقادير والوصفة. البنات، المقادير غنقولهم لكم وانا كندير فيهم على الدجاج. هنا درت شي 4 المعالق حتى 5 كبار ديال القزبر مقطع رقيق، وهنا عندي ملعقة كبيرة ديال السكينجبير، ووحدة ديال الخرطوم البلدي، ونص ملعقة ديال الفلفل الأبيض ولا البزار الأبيض، وعندي هنا ملعقة ونصف صغيرة ديال الملح، الملح تيبقى حسب الذوق. هنا عندي واحد شوية ديال الزعفران، اللي عنده شعرة يديرو، أنا ما عنديش، عندي غبرة بودرة درتو. وغندير جوج عويدات توع القرفة، هاهوما. هنا غندير كلشي هنايا ديريكت، غنخلط كلشي بحال هكا مزيان، وغندير هذاك الكويس. عندي كاس هنا ديال الزيت البلديه والروميه، درت نص بلديه ونص روميه باش ما نديرش كلشي رومي ولا كلشي بلديه، يلاه ما نقسمو على جوج مرات. ودروك غندير، شديت هنايا واحد 6 البصلات كبار، وشلطتهم مرقاق باش من بعد بغي تكون عندنا البصله كثيره باش نقدروا تكون عندنا الغميره مزيانه. دابا غادي نديرو كلشي فوق البوطه يطيب لينا. وهنا البنات درنا واحد الربيطه ديال القزبر، وبلا ما نحتاجو نديرو الماء، لان البصله غادا ترخي لنا الماء، وغادي نديرو البوطه مهيله باش يطيب لنا هادشي غير في هاد البصله. صافي البنات، هاد الدجاج طاب وصفيناه من المرقه، وها المرقة ديالنا فينايا، نخليوها تتقاد مزيان. غنديرو فيها واحد ملعقة كبيرة ديال الزبدة، هاهي، وغنديرو فيها 3 المعالق ديال السنيدة، كبار. غنخليوها حتى تتوكح شوية، تتعقاد شوية، عاد نزيدو البيض. البنات، من بعد ما طاب الدجاج صفيناه وفرستناه بحال هكا طروفه، حيدنا منه العظام، الشحمه، الجلده ديال الدجاج، وهاد التغميره ديالنا هنايا خلينا تسطرات شويه. واللوز طحناه، وغنديرو فيه نص معلقه ديال القرفه مدكوكه، ونديرو واحد 2 المعالق ديال السكر كلاصي. هنا كتبقى لكم الحلاوه على حسب الذوق كيف بغيتوها نتوما. انا باش نديرها حلوه بزاف باش ما تقيمش شويه من يكون ياكلو فيها ما تقيمهمش. هنا انا البنات ما كنديرهاش، كنديرها بالورقه ديال الباتفيلو، كنديرها بهادي الباتفيلو باش كنصايبو بقلاوه، هي اللي كندير بها انا، راه كتجي زوينه. وانا خديت هنا المول، خديت طاوه ديال الفران، انا فرجت هنايا الورقه ديال الفيلو. عطيوها الزبده مزيان، بغيتو تخلطوا الزبده والزيت يمكن لكم تخلطوها، واخا تقطع لكم ما تخافوش منها، واخا تنشف ما تخافوش، لان من بعد من غدا طيب غدا تقاد. بسم الله، دابا غندير الدجاج، فرش الدجاج هو الاول. عمروا الجناب البنات، نوصيكم عمروا الجناب مزيان، تخليهمش خاوين. انا درت التغميره ديال البصله والبيض اللي طيبنا. بنات، انا هاد ليدام اللي تسقطر ليا من هاد البصله والبيض كنهز منه شويه، ونهز كاع كامل بان ليا خليف، ندير مزيان في هاد اللوز. السكر كلاصي والقرفه، سمحوا لي انا غندير خلط بيدي. انا راه كندير هاد الطريقه، راه كتجي ساهله، ما كتجيش كاع معقده. اللي بغى يدير البسطيله ما يبقاش يخاف يقول لا راه فيها بزاف، ولا راه معقده، ولا فيها كثره الخدمه، لا ساهله.
احنا درنا الحشوه ديالنا كلها، الدجاج الضغميره واللوز بحال هكا، نديرو برضو بحال هكا. هاد الورقه كتبغي شويه الزبده، نعطيوها الزبده وما نخافوش منها. البنات انا كملتها، لمطها مزيان، عطيتها شويه الزبده والزيت مزيان. دابا دخلوها الفران يكون مهيل غير على 150 درجه باش ما تحرق ليناش، ونتقبوها من الفوق ونعطيوها الوقت حتى تطيب. ها هي البسطيله ديالنا واجده، طابت لينا. شتو كي درنا ليها؟ زوقناها بهاد الدوكيرات بشويه البيض تاع السمان. الزواق تيبقى على حسب الاختيار ديالكم نتوما. سمحوا لي ما قطعتش منها طريف لانني سربيتها للضياف ونسيت. وبالصحة والراحة، ونتمنى وإن شاء الله نتلقاو في شي فيديو جديد. وما تنسوناش باللايك ديالكم وبارتاجيو مع الأهل والأصحاب ديالكم، ونتلقاو إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.